مين ده؟ أنا ده جدوكو علي. شكله عامل كده ليه؟ كان أشيك واحد في التسعينات، كنت بتجهله تماما. ألو، رد يا حيوانة، كل يوم ورد ومطاردات، انت ايه ما بتحسيش؟ انا اسفه، طول النهار ما بين المسح والكنس والطبيخ، كل يوم تضرب لي بوس حاجه تقرف. ده عاملين يوم عالمي للمراه واحنا ما حدش حتى بيفتكرنا بنص ساعه. الكوافير راجل والشيف راجل، ده حتى الترزي راجل. انت من الاحرار يا عم. مراتي هتبقى رايزه عليا؟ لا ده انا صايع، ده انا هعلقكم قلت. ماي جاد، ما يصحش يا استاذ علي. ستي تحب دايما تمسك حاجة على الراجل وتزل أمه، أي حبة عيني مش هيستحمل يومين. قصة سندريلا كده خلاص بح، خلصت. أمكوا اجري هلا. يوميات زوجة مفروسة، الجزء الأول بدءا من الثلاثاء 15 مارس على قناة مصر الأولى.